السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون الصحة قدوس؟ الله يسلمك الله يبارك فيك. أولا إحنا جايين نريد نشوف شنو حالتك، تحكي لنا موضوع شنو، وحتى نحاول إنه بلكي نقدر نوصل صوتك إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. يعني كرسي واحد بالبيت، لذلك جبنا كرسي من الجيران حتى نقعد ويا العائلة نشوفهم. بالنسبة لوزارة العمل يعني أنا راجعتها، بقت أول ما توفى بصراحة ما راجعتها، لأن كنت يعني شلون المهمومة وما مصدقين. بس ورا سنتين يعني إحنا راجعنا قالوا لنا مسدودة، اللي رحنا المركز الوليد اللي إحنا تابعين له فقالوا لنا مسدودة. ظلينا على كل فترة نروح لهم يقولون لنا مسدودة، انتظروا موازنة هاي السنة وننتظر من تجي الموازنة، يريد يأجلون الموازنة الأخرى، وكذلك لما وصلنا هسه 2020. إذا اليوم موضوع الراتب مال الرعاية يمكن مهم لهاي العائلة، ينقذها من هذا الوضع المأساوي الحقيقة. عائلة بأطفال، مدارس، احتياجات، يعني أبسط يعني أبسط أمور الحياة اليومية هي صعبة بالنسبة ليوم عبد القدوس اليوم. فإحنا راح نحاول ننقل هذه المناشدة وهذه القضية مباشرة إلى مكتب وزير العمل والشؤون الاجتماعية. اليوم وصلنا إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى ننقل حالتها ونرتب ويا الوزارة على موضوع أنه يقدموا لها المعونة اللي ممكنة ضمن شروطهم. لذلك راح نلتقي بالسيد مدير الإعلام السيد نجم مدير الإعلام، وأيضا مجهزين فريق رصد راح يكون معانا، يكون وياها للبيت، يعني نطلع للبيت ويشوفون حالتها ويرتبون الموضوع معاملتها يعني. لذلك خلينا نلتقي بالسيد نجم مدير إعلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. إحنا أول شيء عندنا حالة أم عبد القدوس. نعم. اطلعتوا على الفيديو شفتوا حضرتكم. نعم. وهي يعني صاحبة أيتام وهو هذا عملكم. فعمل الوزارة اليوم بصورة عامة. بالحقيقة أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، إحنا اطلعنا على مناشدة المواطن، وحسب توجيهات السيد الوزير وجه إلى فريق الرز الميداني بالذهاب إلى هذه العائلة أو الأسرة اللي اطلع على أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية لإمكانية شمولها بامتيازات وخدمات الوزارة. السلام عليكم. شلون الصحة مع عبد القدوس؟ تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك ماما؟ شلون الصحة؟ حياك الله. يوم الاثنين احنا نروح على السيد الوزير. ثلاثة ترجع لنا. نعم. نسلمها للحماية على مود الزول الأقصى. ممتاز. إجراءكم هو أنتم هذا ما تقصرون، يعني إجراءكم سريع ومن أجل يعني هذا واجبنا والله، واجبنا هذا واجبنا. واحنا بالعكس احنا نشكر القناه اللي ترصد هكذا حالات، يعني اكو حالات يجوز احنا ما نندلها، ما نقدر نوصل لها، ما نعرف اكو هنا بهالمناطق، بينما الاعلام السلطه الرابعه يرصد هذه الحالات في كل المناطق في بغداد والمحافظات، هي مهمه جدا. يعني احنا نقدم شكرنا تقريبا لقناه التغيير لهذه الحاله، وان شاء الله نتواصل مع الحالات الاخرى ان وجدت ان شاء الله.